وتمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والفيديو بتاع النهارده من الفيديوز المهمه، الفيديوز اللي تعتبر محوريه في حياتي التقنيه وفي حياه القناه، يعني فيما بعد ده يفرق في نوعيه الفيديوهات اللي هنعملها. المهم عشان ما اطولش عليكم، زي ما عنوان الفيديو بيقول، النهارده اخر يوم ليا مع فلاجشيب سامسونج لعام 2020، هو الاس 20 بلس. سامسونج في سنه 2020 نزلت 3 فلاجشيب، الاس 20 والاس 20 بلس والاس 20 الترا، والثلاث موبايلات دول عملوا نقله كبيره ونقله نوعيه في فلسفه سامسونج وطريقه سامسونج في انتاج هواتف الفلاجشيب. وحقيقي الموبايل ده ما اثرش معايا في اي حاجه، موبايل لحد دلوقتي ممكن اقول ان هو بيقدم لي كل الحاجه اللي انا محتاجها كمستخدم الاندرويد. اي نعم الموبايل فيه شويه تحفظات، او كان ليه عليه شويه تحفظات، زي المعالج بتاعه الاكسينوس 990 اللي كان احيانا بيسخن واحيانا الاداء بتاعه ما كانش احسن حاجه بالنسبه للنسخه السناب دراجون. والصراحه لما نزلت الاجيال الجديده، يعني نزل الاس 21 الاس 21 الترا والاس 21 بلس، لقيت ان الفرق مش جوهري. يعني انا عشان انقل مثلا للنسخه البلس من الموبايل ده، الفرق مش اللي هو اللي جامد، مش حاسس ان انا الموضوع هيبقى فارق قوي معايا. ولكن كان عندي شويه تعليقات. اول حاجه زي ما قلت لكم موضوع السخونيه، تاني حاجه ان سامسونج ما بتعرفش تهندل البطاريه بشكل كويس جدا مع الفلاجشيب بتاعها. الموبايل فيه فيتشرز كتير قوي، في شاشه عملاقه جباره دايناميك اموليد بتسحب البطاريه بشكل كبير، وبالتالي البطاريه ما كانتش افضل حاجه، بالاضافه لشحن ما كانش اجمد حاجه، والكاميرات كانت تجربتها ممتازه جدا ولكن ما كانتش برضو التجربه الكامله. يعني انا يعني النسخه البلس برضو من الالترا برضو ما كانتش اجمد حاجه، كانت التجربه اللي ناقصه مع كل هذا الكلام. السوفت وير طبعا كان جامد جدا، وتحديث الوان يو اي 3 ده اللي هو نقلني نقله نوعيه مع استخدامي للموبايل. فبالتالي انا مش محتاج ان انا انقل للنسخة الجديدة، نسخة الاس 21 او اصدار 2021 من الموبايل، لان انا شايف ان هو صفقة ممتازة وسعره دلوقتي مش جامد، سعره رخيص جدا، سعره حوالي 12000 جنيه، فصفقة عملاقة جدا لاي حد بيفكر يشتري فلاجشيب قديم ويقدم له قيمة ممتازة مقابل السعر. المهم سيبنا من الكلام ده كله، ولكن في بعض الهواجس. يعني انا بحب الموبايل ده والله، بحب عائلة الاس 20 والموبايل، قضوا معايا سنة من اجمل السنين اللي ممكن تمر عليا، سنة فيها نجاح حاجات كتير الحمد لله. ولكن الموبايل برغم ان هو كان جامد وكل حاجه، ولكن في حاجه ناقصه، كان في حته التوافق مع باقي الاجهزه. الموبايل كان جايب له سماعه منفصله من شركه تانية، والبي سي عليه ويندوز، والساعه بالوير او اس، وكان تمام وكل حاجه، ولكن في شيء ناقص، الدنيا مربطه ببعضها. وسامسونج الصراحه ما بتبخلش على المستخدمين بتاعها ان هي تظبط مع الشركات التانية، سامسونج مظبطه مع مايكروسوفت، فتلاقي في توافق كبير قوي ما بين الموبايل السامسونج وما بين نظام ويندوز، وتلاقي سامسونج مظبطه مش عارف مع شركه ايه وخدمات ايه وبتاع ايه، ولكن برضه تظل حلقه الايكو سيستم الفعلي والحقيقي ناقصه. فبناء على كده انا قررت ان انا اخترق عالم جديد من التكنولوجيا واغوص في تجربه جديده. وعشان كده بقى ورانا على رغبتكم، احنا هنودع الاس 20 وعائله الاس 20، وهتبقى كموبايل ثانوي بعد ما كان الموبايل ده هو الموبايل الاساسي لمده سنه، ممكن نقول سنه او اقل من سنه بشيء بسيط. وهنخش بقى على عالم جديد، وهو عالم بقى الايكو سيستم اللي بجد، عالم التقنيه اللي بجد، وتجربه التوافق ما بين كل الاجهزه بشكل حقيقي. والصراحه عشان ما اكذبش عليكم، انا متحمس جدا للتجربه دي، لان انا مش من مستخدمين ابل، انا مش واحد عندي ماك بوك برو واي ماك وابل ايربودز برو خالص. فانا قررت ان انا اخش العالم ده عن طريق اول جهازين كده، اول خطوات ان انا ادخل عالم ابل، وهم الايفون 12 برو ماكس والابل ووتش سيريز 6، الاصدارين الجداد، اجدد حاجه في الساعات اللي قدمتها ابل، واجدد حاجه في الهواتف اللي قدمتها ابل. واللي هيقول لي طب انت ليه ما جبتش الايربودز برو؟ انا السماعه اللي معايا حاليا كويسه، ولكن الايربودز برو او اي ايربودز ابل بتقدمها الصراحه من وجهه نظري ببقى شايف ان هي الميزه الوحيده اللي فيها التنقل السريع والسهل ما بين اجهزه الايكو سيستم، ما بين الاي ماك، ما بين الماك بوك، ما بين الايباد. ولكن حاليا احنا هنقتحم الابل ايكو سيستم عن طريق الجهازين دول حاليا ولفتره ان شاء الله مش هتطول، يعني واحده واحده كده، يعني استدرج نفسي النظام، لان الموضوع فعلا محتاج مذاكره ومحتاج تدوير ومحتاج يعني حاسس ان انا اول مره اجرب موبايل في حياتي. فعشان ما اطولش عليكم، احنا هنعمل دلوقتي الانبوكسنج، لان انا متحمس جدا للموضوع ده. وزي ما قلت لكم الاس 20 بلس مش هيكون موبايل خلاص كده هيترمي، او هيكون موبايل اندرويد اللي هعيش عليه تجربه الاندرويد، لان انا الصراحه ما اقدرش اعيش حياتي من غير موبايل اندرويد. وعلى ما اظن فكره ان موبايل سامسونج يبقى معايا كواجهه الاندرويد او فكره لهواتف الاندرويد
هتكمل معاها شويه حلوين مع واجهه الواني اي. نسيبنا بقى من واجهه الواني اي والكلام ده كله والرغي ده ونخش بقى على الانبوكسنج، التجربه اللي انا لو نركن الساعه ونركز بقى مع الايفون. بصراحه كان نفسي ان الكاميرا تبقى توب مع محمود معزبينه، معلش يا محمود محمود معزبينه معانا شويه. المهم يعني انا اول مره الانبوكسنج عموما بتاع اجهزه ابل بيبقى مختلف عن اي انبوكسنج تاني. عارفين انتوا الصوت ده؟ الصوت ده بحبه جدا، الصوت ده انا ما قابلتوش غير مره واحده وانا بعمل انبوكسنج الايفون اس اي 2 الاصدار الثاني الجديد اللي هو نزل السنه اللي فاتت. انا جيت عملت ريفيو ما حدش اتفرج عليه تقريبا والجهاز جه عليا بخساره، بس ما علينا يعني مفيش حاجه تغلى عليكم غير كده الحاجات دي كده. تسلم. واللحظه الحاسمه. هوب 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 هوب. يا الله. جامد. جامد. انا اخترت اللون الازرق يعني اسمه باسيفيك بلو. انا عارف ان الموبايل نزل له ريفيوز كتير جدا ولكن اللون الباسيفيك بلو ده عظيم يا جدعان. ايه ده؟ لون ساحر بجد. انا كان نفسي اصور بي رول الصراحه ولكن انا خلي البي رول للتجربه المطوله. استنى بص كده بص كده بص كده. يا سيب بقى الموبايل يفتح. طبعا واخدين بالنا ان العلبه مش جاي فيها حاجه خالص غير كتاب التعليمات الصغير ده والكيبل. الموضوع موضوع ضعيف جدا يعني مفيش اي حاجه. وبقى انت تشتري بقى راس شاحن وتشتري بقى الماكسيف في النظام الجديد بتاع ابل في الشحن والكلام ده كله. والحوار ده اللي انا مقتنع ان هو نصبايا كبيره. بس المفروض ان الاس 21 كان جهاز بريميوم بتاع السنه اللي فاتت. الموضوع مش هيفرق قوي لان خامات عائله الايفون الجديده مش مختلفه قوي عن الاصدار اللي فات اللي هو ال 11 وال 11 برو وال 11 برو ماكس. لكن يا جدعان لا، تجربه بريميوم جدا جدا. A few moments later. المهم بقى نشوف بقى الجهاز التاني. يعني الجهاز ده خلاص كده احنا ده هنقعد بقى ندعبس معاه شويه حلوين عشان نبتدي نستكشف بقى التجربه الجديده لعالم الاي او اس. نبتدي بقى نشوف الابل ووتش. ابل ووتش دي المفروض ان هي نعدلها كده. ابل ووتش دي المفروض ان هي سيريز 6 الاصدار اللي هو الاسود ال 44 ملي. لان انا جربت انا حاليا معايا الاوب ووتش المفروض ان هي الابل ووتش بتاعت نظام اندرويد. ساعه اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، ساعه ممتازه جدا لكن هي بتقدم لك خامات بريميوم، تجربه بريميوم ولكن للاندرويد. ولكن بقى طالما انت عايز تقتحم بقى عالم الاي او اس فلا بد من الابل ووتش. برضو نفس تجربه الانبوكسنج. ها اشجيني يابا اشجيني. هي دي بتتفك كده، ما كنتش عارف انا ايه. اوعى بس كده دي بتتعمل كده بس تعمل كده. يا الهي يا الهي. دي المفروض ان هي الابل ووتش نفسها تمام. ودي المفروض ان ده بيجي معاها بقى الستراب اللي هو السبورت الاسود والعلبه. بس مفيش اي حاجه العلبه. يعني تجربه الانبوكسنج عموما بتاعت منتجات ابل بتبقى غير اي تجربه انبوكسنج تاني. تشيل دي كده وبقى ان احنا بقى ايه هنبتدي بقى نستكشف. بسم الله. انا كنت ناوي اجيب الابل ووتش اللي هي الزرقاء ولكن ناس كتير قوي نصحتني بالابل ووتش السوداء. يعني اول ما طلعتها من العلبه ساعه يعني هي إيه التجربه يعني هي دي الساعه عموما. ستراب اخترنا كده الستراب. شكرا 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 شكرا. هنسحب بقى الساعه من هنا تمام. نفتح كده هي دي الساعه كده نلبسها بقى. بس ده تقريبا يعني كده احنا ايه كده الايفون 12 برو كاتبين برضو مرحبا والابل ووتش. الفكره بقى اللي احنا هنعمله بقى الفتره اللي جايه عشان ما نطولش اكتر من كده ان احنا هنبتدي نجرب الايكو سيستم. هعرف بقى ابل بقى ايه دنيتها، ايه اللي بيحصل بالظبط مع استخدام منتجات ابل، ايه السحر اللي في الموضوع. وطبعا ده هيضيف لنا بقى فيديوز جديده هتبقى عن منتجات ابل وتجربه منتجات ابل بالاكسسوارات بتاعتها. ازاي تجيب اكسسوارات رخيصه. طبعا ما جبتش الماكسيف ان هو غالي جدا فهعمل لكم فيديو عن بدايل الاكسسوارات الغاليه بتاعت ابل بسعر رخيص. كمان بقى في فيديوز بقى عن
عن سكرينات بقى والجرابات وتطبيقات بقى للاي او اس وتحديثات الاي او اس والحصريات بتاعت ابل كلها هنكون متابعينها اول باول. وبس كده دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. انا عارف الفيديو بتاع النهارده فلوج اكتر منه او حاجه كده، بشارككم حاجه في يومياتي وحياتي اليوميه بعيدا عن المعلومات التكنولوجيه البحته، ولكن فعلا مبسوط جدا بالتجربه الجديده دي. وطبعا قبل ما نبدا الفيديو لسه ما عملتش لايك، فاعمل لايك تحت الفيديو واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس بقى عشان في فيديوز كتير قوي الفتره اللي جايه. وده تاني فيديو بين المود اللي هو بتاع الاسبوع بقى، احنا هنقعد اسبوع كل يوم ننزل فيديو. وهي بس كده، كان معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه. ده الايفون يا اسطى بريميوم فشخ، جامد جامد جدا. بس ده.